كيفاش بغيتيه يحس بالضم غرابيه ويحترم البلاد ويحترم القانون؟ انسان ما قريتيهش كتجي كتقول له ما مربيش خاصني نعاود لك الترابي، ما سكنتيش 40 متر بناها في جماعه قرويه اولا في حي شعبي كتجي كتريبها له، ما داويتيهش كيمشي يقلب على اللي كويلو اولا على اللي يبخ عليه بالكيف، ما خدمتيش دار كروسه ديال الخضراء كتجي كتهرسها له، وهنا بدا الغلاء المهول في مختلف المواد اللي عندها ارتباط بالفلاحه واللي ناتج بالاساس عن فشل المخطط الاخضر. وفي هذا الصدد رصدت المهمه الاستطلاعيه الاختلالات اللي كتعتري توزيع وتسويق المنتجات الفلاحيه. سيد الوزير، الحمد لله بلادنا حباها الله بنعمات الفوسفات، لكن كنلقاو اثمنتها مرتفعه جدا جدا وتتقل كاهله الفلاحه الصغار والمتوسطين في الوقت اللي خاصها تباع باثمنه جد منخفضه باش نشجعوهم على الانتاج اكثر. وهنا الحكومه فين خاصها تدخل وتقنن الاثمنه ديال الزريعه ديال الادويه الاسمده العلف لانكري لتصل الاثمنه الى 20% من القيمه اللي عليها دابا، هادشي الا بغينا ننجحوا الجيل الاخضر. وتمكين الفلاح المغربي من المواد المرتبطة بالفلاحة بأرخص الأثمان للوصول إلى الأثمنة التي توازي الدخل الفردي للمواطن المغربي، وتصورنا واضح بخصوص ثمن البيع النهائي للمواطن. زيت الزيتون مخصوص يتعدى 30 درهم لترو، زيت المائدة 10 دراهم، السردين 3 دراهم إلى غلا، بطاطا مطيشة فلفلة البصلة هادو مواد أساسية مخصص تعدى 2 دراهم في بلادنا لانها بلاد فلاحيه طبعا، العدس اللوبيا الحمص 10 دراهم، البيض درهم، الدجاج 10 دراهم، اللحم ما خصوش يفوت 50 درهم الكيلو. الا كنتوا فعلا حكومه منبثقه من الشعب هذه هي الحلول، والا كنتوا حكومه ديال البطرونه شريوا مع راسكم النقابات وزيدوا هلكوا الشعب كما هلكتوا التعليم، والعواقب ستكون وخيمه اكثر من اللي راها دابا وشكرا. لكن الاشكال اللي عندنا اليوم هو مشكل تنزيل هذا الدعم لمن يستحقه. حاليا الناس ضايخه بهذا المؤشر ديال السجل الموحد، خاصنا اولا بعدا نعرفوا شنو هو الفقر في بلادنا. واش الانسان اللي كيصور 20 درهم في النهار هو الفقير؟ واش اللي كيدخل 3000 درهم وكاري ب 2000 درهم وكيصرف 1000 درهم هو الفقير اولا نحسبوه مع الطبقه المتوسطه؟ مساله اخرى، الناس فاش كتمشي تسجل في هذا السجل الموحد كيقولوا لهم في المقاطعات بان خص يكونوا 4 في الدار باش يكون المؤشر مزيان. السيدة الوزيرة، المرأة المطلقة أو الهجالة ولا الأرملة اللي ما عندهاش دراري وساكنة بوحدها، الدار اللي فيها جوج وثلاثة ديال الناس واش ما غيستافدوش من هاد الدعم؟ منين غادي يجيبوا هاد الشخص الرابع؟ خاص كل حالة تدرس على حدة باش يمكن كل شيء يستافد وما يتقصى حد. السيدة الوزيرة، هذا مشروع قانون المالية وللأسف لا يرقى لطموحات وانتظارات المواطنين المواطنات والمواطنين، ماذا عن الطبقة المتوسطة؟ واش ملي زدتوا في الضرائب ديال المواد الاستهلاكية فكرتوا في الموظفين ديال 5000 و6000 درهم؟ لهذا خاص الزيادة العامة في الأجور ديال جميع الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية وفي القطاع الخاص، بحيث أقل راتب خاصو يكون هو 10000 درهم، هادشي إلا بغيتوهم يتنفسوا شوية. إلا زادت البوطة والسكر والدقيق حيث أكيد غادي تزاد الغلاء أكثر وأكثر. العدس السيدة الوزيرة كان يضرب به المثل على أنه وجبة الفقراء، واش عارفة السيدة الوزيرة بشحال اليوم الثمن العدس الكيلو؟ 32 درهم الكيلو، البطاطا 12 درهم، الدجاج 25 درهم الكيلو، المحروقات هابطة في السوق الدولية ما كتعداش 79 دولار البرميل، ومازال شركات المحروقات كتشرق جيوب المغاربة وكتمص دمهم، راه ما كاين حتى تفسير منطقي كيبرر هاد الزيادات. وخاص تعرف الحكومة في 2028 إلى البوطة ولات ب 140 درهم كونوا على يقين أن داك مول الفران اللي كيطيب بالبوطة الخبز غيزيد في الخبز، أصحاب المطاعم دابا وزايدين عليهم في البوطة، أصحاب السناكات والمقاهي حتى هما مضرين. باختصار لهيب الأسعار قادم مع هذا مشروع قانون المالية، اليوم واش قادرة الحكومة تضمن التوازن في الأسعار ديال المواد الاستهلاكية؟ هذا هو السؤال. ما بغيناش الحكومة تعطي المواطن 500 درهم بليمنية وتدي له 2000 بليصرية. الطبقة المتوسطة مازال كتمشي في الطوبيسات والكيران، ماشي كلهم عندهم الطوموبيل. الحكومة عوض ما تحارب الفقر كتحارب الفقراء، وباغا تقضي على الطبقة المتوسطة اللي هي العمود الفقري ديال المجتمع وتحيد لهم الامتيازات ديالهم. إذا راكم باغيين تقضيو وتقتلوا المجتمع كله، هذه مسؤولية أخلاقية أمام الله. هذاك اللي محتاج ب 500 درهم وراكم عارفينها لقاش ملي كنخرجوا من هنا
كلنا كنتفاعلوا مع المواطنين. هذاك اللي في حاجه فيها راه فاهمها وفرحان بها وتيقول هذاك بدايه مهمه جدا. اذا ما نقولوش بان المغاربه ما فاهمينش، كانوا كيستناو هذا الدعم الاجتماعي المباشر، غيكون عنده وقع على هذاك السيد ولا هذيك الاسره اللي غادي تستافد منها 500 كومان بلونشي. بالطبع راكم عارفين الميكانيزمات راه تكلمنا عليهم، غيستافد منه كذلك هذاك الابن او هذاك الجار ولا هذاك العام اللي كان كيساعده. ما قلنالوش ما تساعدوش قل، يمكن ساعدوه باش يمكن شي حاجه ما كانش كيوصل ليها يوصل ليها. اذا الاسر فاهمه هذا الشيء. شنو حنا خصنا نفسروا جميعا لهاد الاسر؟ خصنا نفسروا لهم بان الهندسه ديال هذا الدعم الاجتماعي المباشر هي هندسه صحيحه سليمه منصفه اللي غتضمن الكرامه والشفافه، وهذا الشيء اللي كيتسناو منا. عارفين غادي توصلوا بداك الشيء لان التزامات كنبقاو ملتزمين بها وعارفينها. بغينا نفسروا لهم اشنا هو السجل الوطني، هو مكسب كبير لان استثمار ديال سنوات باش يكون هذاك الاستهداف. حتى واحد فينا هنا ما عنده الحق يقول هذا يستاهل ولا ما يستاهلش، غنبقاو في كلكو شوز اللي غادي يكون سميتو سوبجيكتيف. هذاك السجل كما قلنا اليوم كاين فيه معطيات، وغادي مع الوقت غاديك المعطيات، وحنا في وقت داتا اناليتيكس ولا انتي داتا، غادي يكون عندنا معطيات دقيقه جدا، وغادي يكون مكسب الحكومات المقبله باش البرامج الحكوميه تكون منصفه، يكون اختيار شكون اللي محتاج لهذا البرنامج وشكون اللي ما محتاجش ليه. اولا هذه الهندسه مهمه جدا، وخاصنا نطمئنوا المواطنين بان حنا حارسين جميعا باش يكون التفعيل ديالو تفعيل ناجح شفاف